اليوم انا اتكلم عن موقع جميل جدا لتحويل الاموال بين البنوك والعملات. الموقع اشبه بوسيط، لو عايز موقع سريع واقل تكلفه فمش هتلاقي احسن من الموقع ده. الموقع ده يدعم بريفكت ماني وكيت باي وبايونير واديت كاش، ومن اهم العملات البيتكوين واللايت كوين والدوج كوين. هنبدا بالتسجيل، ويندوز كريت اكونت. هنا هتكتب اليوزر نيم الخاص بيك، اسم الدخول، وهنا هتكتب الايميل ادريس، ومن الافضل يكون الايميل ادريس اللي انت بتستخدمه عشان هيبعت لك عليه التقارير بتاعت التحويلات. وهنا هتكتب الباسورد ويكون اكتر من 5 حروف، من الافضل يكون في حروف كابيتال سمول عشان تبقى الحماية بتاعت الباسورد كويسة، وتدوس كريدت ماي اكونت. كده تم التسجيل. هندوس سينجين ونكتب الايميل والباسورد وندوس سينجين، وكده الحساب فتح معانا. اسمي احمد، هنا بعض البيانات، وهنا الرابط بتاع الحاله بتاعتك لو عايز تبعته لحد يسجل عن طريقك. هنخش هنا شوف بعض البيانات. انا عندي 69 ريفرال، وديت الارباح عليها الموجود حاليا 4 سنت. دي بعض التحويلات اللي انا عاملها. انا اشتغلت في الموقع من 2015، كانت اول تحويله شهر 3، ودلوقتي شهر 3 و2016، يعني تقريبا عديت سنة في الموقع، وبصراحة من أفضل المواقع اللي اتعاملت معاها. تاني حاجة، لو عايز تشوف الرابط بتاع الحالة بتاعتك من هنا، الرابط بتاعك بيكون هنا، هو ده، وديت الحالات اللي عندك، ومين اشتغل ومين ما اشتغلش، أو مين حول في الموقع ومين ما حولش. وهنا دي سحوبات أنا عاملها برضو من 2015، وهنا بقينا في 2016. ودلوقتي هننتقل لعملية التحويل. هنعمل عملية تحويل من البيتكوين للبايونير. بس الأول هنشوف تحويل البنك، البنك بيخصم قد ايه، يعني من بريفكت لبايونير لو هنحول دولار واحد هيوصل لنا 99 سنت، يعني خصم سنت واحد. تمام. هنحول من البيتكوين، بس طبعا أقل حاجة تحويل دولار. لو حولنا اقل من دولار كده مثلا 90 سنت مثلا، هيقول لك اقل حاجه تحويل دولار. حول من البريفكت لبيتكوين. هنا الوضع بيختلف. هنا الوضع بيختلف في ايه؟ انك بيحدد لك 100 ساتوشي تقريبا، يعني ممكن تساوي 40 سنت او حاجه زي كده. فاحنا هنحط 100 ساتوشي. ال 100 ساتوشي هنا بيعملوا 42 سنت. هنستنى عملية التحميل دي. وهنا بيطلب منك بنك البايونير اللي انت هتبعته. انا كنت مسجل البايونير هنا قبل كده فبعتله. وهنا الايميل اللي هيبعت لك عليه التقرير. هنا 41، عندنا هنا 42، نفس الموضوع يعني سنت واحد. تمام. هندوس هنا في البيتكوين، هيحط لك رابط تبعت عليه. لو في البنوك التانية هيفتح البنك تلقائي ويبعت لوحده، لكن هنا بيديك رابط تبعت عليه. تاخد الرابط، حط الرابط هنا وتبعت له 100,000. طبعا انت بتاخد الرقم كوبي هنا عشان ما تزودش ولا تنقص، حط لصق يطلع لك هنا بتدوس سنت. لكن في نقطة مهمة الناس ممكن ما تعرفوهاش، يعني واحد ممكن يكون معاه 100,000 بس ويبعت، مش هينفع، لأن المحفظة دي بتاخد على كل إرسال بتبعته 10,000 ساتوشي. يعني أنا هبعت 100، المحفظة تلقائيا هتخصم 10,000. أنا معايا 118، نعمله إرسال، بصي خصمت 110، مش من الموقع، من المحفظة ذات نفسها، عشان تبقى في ناس ما عندهاش المعلومة دي. بس مجرد ما تبعت الموقع بيكتب لك ويتنج انتظر، وزي ما انت ما شفت كده تم تغيير الشكل وبيديك البيانات تحت. احنا هننتظر شويه بالظبط، يعني معاك من دقيقه لربع ساعه بكتير، وهيكون حول لك المبلغ للبايونير. طبعا انا هنا عندي اخر حاجه البايونير، زي ما انتم شايفين تبعت 5 روب، حوله مره، وهنتظر الارسال، وعلى ما يرسل
هوقف التسجيل شوية وهرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني. طبعا كده الموقع ارسل، انت كل اللي عليك اللي انت بتقيمه. طبعا الموقع ما خدش يعني ما كملش 3 4 دقايق وبعد انت بتقيم الموقع زيك زي الناس دي. كل دي ناس بتبعت من درافيك البتكوين للبتكوين، كل دي ناس بتبعت، انت بتقيم زيك زيهم. عايز تكتب اي حاجة هناك كده وخلاص، يعني انت كده تمام. كده هو اصلا كده كده بعتلك من غير ما حتى تقيم او تعمل اي حاجة. بنفتح موقع بايميل، طبعا فلوس وصلت الموقع، نفس الموقع فيه طبعا بيجيلك تقرير، تقرير من الموقع. عشان كده بقولك خلي دايما البريد بتاعك يكون هو البريد اللي بتتعامل بيه، عشان هيبعتلك عليه التحويلات بتاعتك. أتمنى يكون الشرح عاجبكم. لو في سؤال أو أي استفسار اكتبلي تحت الفيديو وأنا هرد عليكم إن شاء الله.